اليوم ناخذ نتكلم عن الواقع التعليمي بمدينة هجين. فتحت المدارس بمدينة هجين من تاريخ 17/2/2019. بدأت الطلاب تتوافد إلينا إلى المدارس طبعا. حاليا نحن بتاريخ 19/10/2021 بلغ عدد مدارس مدينة هجين 40 مدرسة، منها 32 مدرسة ابتدائية وثمان مدارس إعدادية وثانوية. عدد المدارس المدمرة في مدينة هجين 16 مدرسة. تم إعادة بناء 9 مدارس منها بجهود تطوعية من قبل أهالي مدينة هجين. بعد ذلك قامت الإدارة الذاتية متمثلة بلجنة التربية والتعليم والمنظمات الإنسانية بإعادة تأهيل هذه المدارس، ولكن مع ازدياد عدد الطلاب الذي بلغ بتاريخ اليوم 22500 طالب وطالبة، هذا الأمر أجبرنا على الدوام بنظام الفوجين، وذلك بسبب نقص المدارس، نقص الغرف الصفية. هذا الأمر أجبرنا على استئجار منازل وفتحها كمدارس. بلغ عدد البيوت المستأجرة وجعلها كمدارس 19 مدرسة. حاليا يتم وضع ما يقارب 70 طالب في الشعبة الصفية الواحدة، أيضا بسبب عدم توفر المعلمين. تتمثل حاجة مركز هجين التربوي اليوم ببناء مدارس جديدة في أحياء متفرقة من هجين. لو تم تزويد مركز هجين ب 350 إلى 400 معلم، هذا الأمر سيغطي جميع شواغر مدينة هجين.